وحاجه. بصي انا كل مره بختار لوك ببقى عارفه ان انا يوميها هبقى عارفه نفسي حاسه ازاي، هكون متضايقه او مرتاحه. بكل ايفنت بقيت اعرف اكتر ايه اللي بيريحني كمتعوده عليه او لا مختلف، بس بطريقه ان انا برضه ابقى عارفه نفسي وشايفه نفسي بيه. انه يبقى مختلف، انه يبقى جديد عليا، وانه يبقى شكله لائق. بحاول ابقى بسيطه في حدود المتاح، ما انت برضه الوقت بيبقى ضيق واخده بالك، فبحب ابقى انا منال، ابقى لابسه حاجه شبهي، ابقى مش متكلفه. ده اللي بيهمني في المهرجان، انه يبقى لون مختلف، ان ما لبستوش قبل كده، انه يبقى سيمبل بس تقريبا على حسب مودي. يعني مثلا هتلاقي النهارده لابسه جامب سوت مش لابسه دريس، فما اعرفش، بحس وات سوتبل وممكن البس اي حاجه از لونج از انه حاسه ان انا شكلي مناسب للمكان. اغطي كرش اهم حاجه، لازم اغطي كرش، انه يكون سامبل. اولا بحب اكلم الستايلست بتاعتي اسمها بوسي الشهاوي، هي بتختار معايا وهي عارفه انا بحب ايه. انا بحب ان انا اطلع سني، ولا ابقى كبيره قوي ولا ابقى صغيره قوي، بحب ابقى سني فاهمه اللي هو كده، وبحب ابقى كده فرفوشه، اني ابقى مرتاحه. اني اكون انا، اني ما اكونش بعيد عن شكلي، اني اكون شبهي، واني اكون يعني شبهي في شويه جلام، في شويه يعني حاجات مختلفة، بس ما كنتش بعيدة عني. الثقة بالنفس دي 60% الثقة بالنفس، بنسبة 70-80%. الثقة بالنفس بتكمل لوك بنسبة 150%، لو لابسة جينز واثقة في نفسك هيطلع حلو قوي. بنسبة 100%، أنا ممكن أبقى لابسة وحش وشكلي مش أحلى حاجة، بس ثقتي في نفسي والأتيتيود بتاعي هو اللي يخلي الناس تبص لي يعني وتخلي الناس تحبني، فاهمة؟ طبعاً بنسبة 100%، ده هي بتعمل اللوك أصلاً. 80. أصل الثقة بالنفس دي حاجة داخلية، لو أنا مهزوزة من جوايا مهما لبست مهما عملت هفضل ثقتي مهزوزة بنفسي. بس طبعا لما لبست الدرس اكيد زادت يعني. 99%. كل حاجة في المية، 100%. لو ما فيش ثقة، لو عملتي ايه، لو لبستي ايه، ولو عملتي ايه، عمرك ما هتحسي نفسك شكل كويس. 70%. 100%. هي المشكلة دلوقتي في السوشيال ميديا، ان لو نزلت الصورة على التواصل الاجتماعي الواحد بيبقى صعب. بس سستينابيلتي دلوقتي تغيري الشعر تحطي اكشلي انا عملتها في كارتييه وفي انيجما، لبست نفس الفستان بس غيرت الاكسسوارات والشعر وكده، وكل الناس كانه اول مرة يشوفوا. ممكن جدا، ما عنديش اي مشكلة خالص. ده حقيقي، انا اوريدي عامله كده دلوقتي في جامب سوت. الجامب سوت دي انا حطينا عليها شويه حاجات، وحطينا عليها الديزاينر لبيب عمل لي شويه تغييرات كده عليها، وبالفعل ده بيحصل فعلا، لانه احيانا الحاجه ممكن بحاجه بسيطه جدا تغيري شكلها خالص. طبعا اكيد بعمل ده دايما اصلا، يعني في عندي فساتين وانا صغيره ممكن اكون خسيت مثلا شويه بقصها واعمل لوكس مختلف. الشير ده بحبه قوي 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 قوي. بحب بقى مع سبق الاصرار، ده مسلسل شفته فوق 7000 مره يعني، ده يعني كده. بس انا اصلا شخص بتفرج على مسلسلات كتير وبحبهم كلهم. صغير على الحب. هقول لك مثلا حاجه انا شاركت فيها، مسلسل سرايا عابدين. يعني ممكن اقول فريندز، مسلسل فريندز انا بحبه والستايل بتاعهم كان حلو ساعتها.